دفاع أمام انتفاضة كبيرة للاعبي اتحاد المحمدية. السلام عليكم. كما كتعرفوا فريق نهضة الكارة اللعب ديالو حنا عندنا خطة ما نقولوش دفاعية ولكن كنلعبوا ككتلة واحدة، كنرجعوا كاملين نطلعوا كامل. اليوم ما مولفينش حنا بحال هاد التيرين كنلعبوا في السانتيتيك، أول مرة غنلعبوا في الطبيعي وراك شتي أنت التيرين كي داير. المهم راه درنا اللي علينا، حتى نقطة مزيانة من نقطة من مدينة المحمدية، نقطة إيجابية لفريق الكارة. نقطة إيجابية، حنا لحد الآن منافسين على الصدارة وما ضيعناش بعد جوج نقاط، راجعين بنقطة راه بخير الحمد لله. شكرا. إذا واضحة الفكرة من لاعبي نهضة الكارة، واضحة الفكرة. إذا أحد اللاعبين الآخرين من نادي نهضة الكارة، وتحية للاعبي نهضة الكارة. مقابلة اليوم مقابلة كانت صعبة. كانت صعبة، وكان التيران هو ما ساعدناش في الجو، يعني لعبوا فيه ما مرتاحينش، يعني التيران ما يحتاج يلعبوا فيه بحال هذا، يعني كون لعبنا في سانسيتيك حسن، هاد التيران سخسخنا بزاف وما تطلعش فيه لابان. والحمد لله من دينا نقطة يعني مزيانة بالنسبة لنا، حنا النتيجة إيجابية ونتمنوا التوفيق للاتحاد المحمدية تما راه مزيان، ونبغيو حنا نكونوا في المستقبل إن شاء الله مزيانين، وراه باغي نطمحوا إن شاء الله. إذا تحية لكل لاعبي نهضة الكارة، هم شغوفين بنقطة واحدة من مدينة من داخل مدينة المحمدية، لكن ننتظر بعض لاعبي اتحاد المحمدية لأخذ بعض آراء. صراحة لاعبي نهضة الكارة روح رياضية عالية، روح رياضية عالية. إذا في انتظار أحد اللاعبين من اتحاد المحمدية. إذا معنا حارس المرمى، الحارس الرائع الذي تدخل في آخر لحظات وتصدى لكرتين خطيرتين. واش كان عليكم شي ضغط اليوم؟ شفنا لاعبين اتحاد المحمدية في الأول ما كانش واحد الفعالية في الهجوم حتى الدقائق الأخيرة، عباش كانت الفعالية؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. المقابلة كانت قوية كما شفتوا، الخصم كان فريق قوي، حنا لعبنا كرة درنا داكشي اللي علينا، الحمد لله غاديين في خطى ثابتة. هذا الماتش صعيب شوية، جاونا دي زوكازيون ولكن الحمد لله لعبنا وربي ما خيبناش، ثاني وقت فوز لعبنا مع فريق مزيان، والحمد لله غنفكروا في المقابلة الجاية وغادي يسر الله الحمد لله. وتنشكر الدراري اللي داروا واحد المجهود، وكنشكر الطاقم التقني اللي عاوننا وساعدنا والحمد لله. اتحاد المحمدية لعب قبل يومين مباراة في كأس العرش، واش ما كانش شوية ديال العياء على اللاعبين؟ حتى المقابله اللي لعبوا الدراري في وسط الاسبوع كانت شويه اثرت عنا، الحمد لله غاديين دابا نفكر نساو هذه المقابله ونفكروا في المقابله الجايه وغادي يكون خير ان شاء الله. والحمد لله كنطلبوا من الجمهور يسامحنا على هذه النتيجه هذه تاع التعادل، ويكون خير ان شاء الله القدام. اذا بالتوفيق لنادي اتحاد المحمديه، وشكرا لحارس المرمى الحارس رضا الرائع الذي تدخل في مرات عديده لصد بعض كرات نادي نهضه الكارة في اللحظات الأخيرة. إذا في انتظار بعض المسؤولي فريق اتحاد المحمدية أو مدرب فريق اتحاد المحمدية، دائما مع المحمدية بريس، دائما مباشر من داخل ملعب البشير بمدينة المحمدية. لا تنسوا دعمكم لنا للمحمدية بريس التي تواكب كل صغيرة وكبيرة عن نادي اتحاد المحمدية وأيضا عن نادي شباب المحمدية، كما سنوافيكم ببرامج عن نادي اتحاد المحمدية ونادي شباب المحمدية في وسط الأسبوع، ببرنامج خاص عن جماهير وأيضا مسؤولي نادي اتحاد المحمدية. أيضا معنا مدرب الفريق نهضة الكارة. صراحة اليوم شفنا الكارة لعب الدفاع، واش كان في الأول تعليمات ديالكم باش تكون الدفاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقابله لعبنا اليوم كما شفتوا مع فريق اللي عريق، فريق اتحاد المحمديه، اللي فريق كيلعب في النخبه في القسم الوطني الثاني. حنا دخلنا في المقابله حاولنا نجسوا الطريقه ديال اللعب ديال الخصم، والحمد لله دوزا ميطا غيرنا من الجناح التكتيكي ديالنا، حاولنا ديرنا وسط التيران اللي كان عندنا واحد شويه الخلل فيه. الحمد لله في الشوط الثاني كان جاونا فرص اللي كنا نقدروا ننتصر فيهم في هذه المقابله هذه. نقطه من مدينه المحمديه شيء كبير. احنا كنا كنطمحوا لاكثر، سافو دير رجعنا للديفونس ماشي ضرب، بغينا نقطه، احنا كنا نقلبوا على لي كونتر اتاك، نقطعوا على اتاك رابيد، ولكن كما قلتي نقطه احسن من لا شيء. نادي نهضه الكارة واتحاد المحمديه تقاسمين كل شيء، الرتبه الثانيه ب 13 نقطه، اليوم نقطه من مدينه المحمديه، الحصيله 14 نقطه، كل شيء كان متكافئ. شنو الجديد ديال نهضه الكارة؟
والقضيه الا كنا متكافئين في النقاط احنا متكافئينش في عدد المباريات. احنا لعبنا باقي عندنا مباراه ناقصه حيت راه حنا جلسنا هما مازال ما بقى ما جلس مع في الماتش ديال بوسنيقه. يعني احنا عندنا واحد لافونتاج اكثر منهم همايا. النقطة كما قلت لك قبيلة مهمة، نهضرة الكارة غادا كتجري المقابلة بمقابلة، وإن شاء الله مع الولايات اللي الطاقات اللي شابة وباقا في مقتبل العمر غنكونوا كلمة ديالنا في المستقبل إن شاء الله. إذا نتمنى حظ أوفر لنهضة الكارة في مسارها في البطولة الوطنية الثانية القسم الوطني الثاني شطر الشمال الغربي. إذا معنا مدرب الفريق، المدرب ابن الفريق، مدرب نادي اتحاد المحمدية. نقطة اليوم بعد أربعة انتصارات وانتصار في كأس العرش، يعني خمسة انتصارات متتالية لنادي اتحاد المحمدي اليوم.